ورح نروح ضمن تقريرنا ايضا لمحافظه حلب. وحتحب اللحمه بعجين ليلى؟ طيبه. لا هي طيبه، بس نحن دائما بتلاقي كل محافظه إلى بسطه الخاصه بصناعه هي الاكله. اليوم اهالينا بمحافظه حلب هي من الاكلات المحببه لهم كثير، وخاصه بالشهر الكريم. زميلنا مصطفى كوسا وضمن التقرير التالي لحمه بعجين، خلونا نشوف اليوم اهالينا بحلب كيف بيحضروا هي الاكله. مأكولاتنا عديدة تعتبر من الأطباق والأكلات الشعبية المفضلة بالنسبة لأهالي حلب في الشهر الفضيل، ومنها أكلة اللحم بعجين أو الصفيحة، ولها صنفان حيث يتم تحضيرها وفق مقادير معينة وبنكهة مميزة. أكلة مميزة بتتميز بحلب طبعا وبرمضان يعني طبعا بمكوناتها وشغلها. مثل اللحم بعجين بتبلش من عندك عجين مي وطحين فقط لا غير، تعجنهم سحبناهم حطيناهم بالقطاعة، قطعناهم طلعناهم من القطاعة على الرقاقة رقيناهم، بعدها بيجوا لهون على الرق على اللحمة، مدينا اللحمة دخلوا بالفرن حرارة معينة طبعا فوق 500 دقيقة أو نص الدقيقة بتكون طالع اللحمة بعجين من الفرن. هلا مكونات اللحمة بعجين الأحمر العنتابي اللي هو العنتابي، بندورة، بقدونس، فليفلة، تمنين، توم طبعا، هاي مكونات العنتابي، والبلدي اللي هو الأسود، دبس رمان وبصل، ملح وبهار، هذا هو. الإقبال جيد على اللحم بعجين برمضان حيث يتم تحضيره في المنازل. وبرمضان طبعا، برمضان مثل مثلا شلون الفول يوم الجمعة كمان هي رمضان، بتبلش من اول رمضان مثلا لاخر رمضان، اللي بده يوصي اللي ماله مساوي اكل بالبيت مثلا بوصي كيلوين جاهزات سريعات، وهي بحا يعني وتشوفها سبحان الله يعني طالع القرص سخن طيب يعني ممتاز بطلع. طبعا كل مين له مثلا طريقته الخاصه بلحمته بتبلته ببهاراته، مثلا فرنه مثلا بخبيزه بعجينه، هي يعني كل مين له نفسه بالشغل والله يرزق الجميع. يعتبر طبق اللحم بعجين من الأكلات التراثية في مدينة حلب، فرغم الظروف الاقتصادية الحالية إلا أن العديد من العائلات تجد فيها وجبة إفطار متكاملة بسعر مقبول. مصطفى كوسا، الإخبارية السورية، حلب الشهباء.